Thank you.
أقام بأمره كما يجب ودعا قريشا وأطعمهم وأكرمهم فلما أكلوا قالوا يا عبد المطلب ما سميت ابنك قال سميته محمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه فقالوا قد رضيت عن أسماء آبائك قال أردت أن يحمده من على الغضراء محمدا سموا نبي الهدى وهو أحق الناس بالحمد صلى عليه الله ما أشرقت شمس الضحى في ذلك السعد فلما كان وقت ظهور أسراره وإشراق الكون بأنواره فبينما آمنة في بيتها وحيدة مستأنسة ببركاته وهي فريدة ولم تشعر إلا وقد أشرق في بيتها النور وعمها الفرح والسرور وأقبلت الملائكة والحور وحف حجرتها أنواع الطيور وهي تسمع لازدحامهم واحتفالهم بقدوم الحبيب همسا وكيف لا وسيد العالمين في بيتها أمسى اللهم صل وسلم